بالنسبة للإقبال هذا الأسبوع الأخر شوية تحركت فيه الحمد لله، كاين واحد الإقبال، كيجيو البنيات الصغار كل شيء عائلات ديالهم كيجيو كيتقدموا. اللي كيتحرك بزاف البنيات الصغار والوليدات، كياخذوا لهم بليغات جبادورات هذاك الشيء ديال التقليدي، النوع الضبط كيتمشى السامبل وهادو المطرزين. السلام عليكم، معك بن عيسى بن الحميدي. ثم الآن تتواجد في المدينة القديمة مدينة سلا في قيصرية سوق الصباط، كنبيعوا هنا الحوايج البلدية ديال الرجال، كالقنادار كالجلالب كالجبادورات لي دو بياس لي تخوا بياس السلا والقندريسة، إلى ما داكشي لي تخاديسيونيل تنبيعوه البلدي. كاين الإقبال أكثرية دابا مع موسم الصيف كيجي ورمضان، أكثرية على القنادر، كيكون القنادر عليهم إقبال وجلال برا الخفاف ديال السوس دي، وكيكون عاوتاني وكيكون إقبال كثير خصوصا في ديك ليلة 27، الناس يبغوا يصوروا وليداتهم وداك الشيء يفرحوا بهم، تيكون إقبال على الجبادور الدراري الصغار، جليلبات، قنيدرات، والعيد كذلك راك أكثرية تيكون الناس الكبار، أكثرية تيكونوا الناس الكبار في العيد الفطر، تياخذوا الناس الكبار أكثرية. كياخذوا قنيدرات جليلبات وهذا الشيء ما بقاش كما كان، غادي شي تراجع باللور، ما بقاش كما كان، الجينيراسيون كتبدل على جينيراسيون وما بقاش كما داك الشيء كان شحال. هادي البلدي مهم وتكون البلدي في العيد وفي الاعياد وفي الجمعات، دابا ولا جينيراسيون تتبدل الاكثريه ولا الرومي طاغي عليها في هذا الوقت، في هذا الوقت الحالي. وكنتمنوا عيد مبارك سعيد لجميع المغاربه وناس سلا، عيد مبارك سعيد. الحمد لله هذا العام كاين الاقبال ولكن ماشي بحال العام اللي فات، العام اللي فات كان اكثر، هذا العام شويه ربما للظروف. وبالنسبه للاثمنه راه كنديروا الاثمنه في متناول الجميع، غير هو المشكل دابا يعني بحال تقول الناس مقصحه شويه من الجانب المعيشي، انه باش يقتني ملابس كيقضي بالملابس ديال العام اللي فات، هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للملابس التقليديه يعني كيقتنيوا جميع انواع الملابس التقليديه، الرجال الاطفال، كان شحال هذه غير يعني الرجال الكبار دابا ولاو سوا اليافعين ولاو يعني الصغار كلشي كيقتني، لان المدرسه كتحتم على انهم يلبسوا هذا البلدي هذا، مره كي يعني كي يعني كيرغموا عليهم انهم يجيو لابسين الملابس التقليديه، يعني كنحافظوا على الثقافه ديالنا. اخويا حنا جينا دابا بمناسبه العواشر وبمناسبه يعني نهايه ديال رمضان، الله يتقبل الجميع الصلاه والقيام، وكنستعدوا دابا الاجواء ديال العيد، وجينا باش ناخذوا الحويجات الوليدات ديالنا وان شاء الله باش نوجدوا ونفرحوا مع عائلتنا بمناسبه عيد الفطر. وكان نبدل التهاني ديالي لجميع المغاربه وجميع المسلمين وصاحب الجلاله بمناسبه العيد، وان شاء الله سي الله يدوم علينا الافراح والمسرات ويكون الخير ان شاء الله، ويعم الخير الامه المغربيه ان شاء الله بحول الله. واللباس التقليدي تيمثل التراث ديالنا، تيمثل التاريخ ديالنا، اللباس التقليدي يعني حنا كبرنا فيه، كبروا فيه والدينا وجدودنا، وشي شكل وبغينا نورثوه لوليداتنا باش ان شاء الله يحافظوا على هذا اللباس هذا اللي كيشكل يعني الهويه ديالنا، اللي تمغربيت هي يعني اللباس، هي الطبخ، هي كل شيء، وجينا ناخذوا اللباس التقليدي.